بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد أخذنا في الدرس الذي مضى ما يتعلق بالكلام عند النحاة. درسي رابردو شن مسليك ما نورقر درباري كلام لا نحاة نهزا من نظمك تان لبركر دولا برنكر دولا كستواني بخينة ونظمك أبو كار زكريا تخوا لبر نانا بارتا بارتا يكن كيشاني لهل ليك مبرام ولا قتك لاتا بل لبر لبر أبي لبري كان سمعت أقل لبري نكن ليتان أروى أبي لبري كي ليتي أبقي تطبيق شكي أمسي أنا نتواني أقل لبري كي تليتي أنا قي فايدينيا أقل لبري كي ليتي أبقي تطبيقي نكي نتواني بشيوي جوان تطبيق كي هرس فادي ديناكي بلي كلام شيء لا ينحات لكلامه بخير قيناك هوش بخير دا باش. قال ابن آب واسمه محمد الله في كل أمور أحمد مصليا على النبي المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى. وبعد فالقصد بذا المنظوم تيسير منثور ابن هاج الرومي لمن أراد حفظه ونثر وعسر عليه حفظه ما قد نثر. والله أستعين بكل عمل عليه توكلت عليه قصدي وعليه المتكل. إن الكلام عندنا فلتستمع لفظ مركب مفيد قد وضع. أقسامه التي عليها يبنى فعل اسم وفعل ثم حرف معنى. فالاسم بالخفض وبالتنوين أو دخول ال يعرف فقف ما قفوا وبحروف جر وهي من إلى وعن وفي والرب والباء وعلى والكاف واللام وواو والتاء ومنذ ولعل حتى والفعل والفعل بالسين وسوف وبقد فعلم وتتأنيث ميزه ورد وحرف يعرف بأن لا يقبل لا اسم ولا فعل دليل كبلا. خير دبرة خلاص بارك الله فيك. حول أخوتاني لكن لبريكن هو يكم زال توزة زحمة توزة رادين لسه إن شاء الله. درسي رابر دور ما قلت شي كلام لا ينحات شي بو قيد كان لفظ مركب مفيد بالوضع. أبي أنت شوار دي قيدة يابي لفظ يعني شي صوتك علي محمد يعني علي جلسة يعني جاء
وشيك كوان تقيب يكي دوم مركب يعني دو كلمة زيادة دو كلمة زيادة تربية سيم فايديها بيا مثال هرشي علي جاء زيد استفادي لي كريم خصية لفظيك مركبة استفادي لي كريم استفادي لي كريم أما أقرب لي إذا جاء زيد لفظة مركبة بس مفيد نية أبي أقيدي لقلبي شو أعلم يعني زمانك با نطقك با لفظي عربي بيا ما بس ما زور يعني أفعال كان أما ناوي كتابي ناوي أجنبيان كرديان غيري أوانا أما بي ناوتري عربي شون كان بس ما لا بالوضع العربي أفعال كان بي يعني حرف كان بي والله أعلم باش زاني من أما شرط قيدي كلام لا ينحات باش أم كلام أم قصي عربي يعني كده تشن بشوا سي شيف شيفو اسم فعل حرف جاء لي معنى اسم كوانا وفعل كردوية حرفي ككوا حرفي معنايا نما بس يعني حرفي مبنايا باشا أصلا شي أنكر نشانة وعلامة عندنا بو ناو بو فعلش انزا حرف مثلا كي جاوزا علامات اسم تشيبو الخفض حروف الخفض حروف الجر يك فالاسم بالخفض وبالتنوين او دخول ال وحروف جر دخول بازايمات شو علامه هي اسم يك خفض يعني كسره انه مكسوره بفعل كسرين ورناغريا الا اجر عارض به لدفع التقاء الساكنين او حكم جاوز يعني هل فعل مين دو وثمان تنوين زيد رجل كتاب هو دليل اسميته سيم الكاتي الببيني لسر كلمة بزانية أو اسمه الكتاب القلم الجدار البيت غير ذلك شوارة متمان دخول حرف جر حرف جر بس لسر أسماء هو ناو من جاواز كرده ولا فعل باشا أي فعل علامات يجيبو تاء التانيث الساكنة بارك الله فيك تاء التانيث الساكنة سينو سوفا قد شوار على ميدا إما وشوارا كي نسي علامة تاء التانيث وثمان بوش فعل يا كبير فعلي ماضي رابردو أو تايب وهاتوا يعني كاتب زاني بو بارك الله فيك أو كردوي كردوا أو فعلي كردوا أو مؤنثة جاءت هندون باشا دوم علامة أي كينا سيبا شوتمان دوم علامة شيبو سين وسوف بوش فعليك مضارع مضارع كي أبي كاتي من أليم يكتب يقرأ أو كاتي يان دواي من وسكتبو ما أوبر دوام الخيودنا مثل يان نسينا أما شي بيو دفع فعل مضارع يقع في الحال كاتي قصة كردن يان دواي قصة كردن أما علامتي شي أنفعلا سين وسوف يكتب سين ولا قريه سيكتب يقرأ سوف يقرأ فكاتي وعلامة بيني أو نشانة بيني يان بيني توري قريه أو دليل شيء فعليته سيم قد شو سيم شو قد وثمان قد كاتي استفادي ليك كاتي فعل واسم جاواز كي ليك أما بفعل كان أفعال كان كرده وكان ليك جيا وكي ناتواني شو كابو قد يتسر فعل ماضي وديتقد سر فعلي مضارعش سيم وثمان شيبو خوي شي علامة ورناغريا شي أو اشتوا بس يكي اسم فعل حرفة شي علامة ورناغريا أزام خوي شي أو بس يكي اللي علامة ورناغريا حرف حرفة كوا خوازة خير ذا حرفة هيك علامة ورناغريا نعلامة كان اسم نكر ذا وكان نشاني اسمك ورناغريا ننشاني فعلك شو ورناغريا والحرف ما ليس له علامة فقس على قولي تكن علامة كما قال الحرير والله أعلم باشا وش ما نزاني دواي أوتشيبو إعراب ما نورقش إعراب زاني ما تغيير قران كاريا جاء
زيد رأيت زيدا مررت بزيد أم قران كاريا بسببي تشيا عواملك كواشتك تأثيري ديك هو كاريك وايديك كوا أوشت بقوريت وعلامي بقوري أو نشاني كوا سيرك إلا رفع زيد ونصب بروا زيدا يان بوجر بروا أم تغيير أم قران كاريا وتماتشي بيوتريا يا عرب وآخر ألفة دوم اسم منقوص وآخر ياء أو مضافة بوياء متكلم شوارم فعلك مضارع كوا معتلة باشا أم تغيير مانزاني برامبر أم تغييرها يشتيخي ناقوري تشيبو بناء بناء تشيها هو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة دون تغيير يك حالة تغيير ناقوري أم بنايا وثمان اسم مان هي فعل مان هي حرف مان هي أم بناء بس لاسم بيا لناوى بيا يعني لفعل كردوا يعني لحرف لهرسي كيديا لاسم دي بناء مان هي لفعل بناء مان هي لحرفش بناء مان هي أم بناء كم قسمة لسر شي بناء كريا شي وشي بو سكون فتحة وضمة وكسرة يعني مبنية لسر سكون يعني فتحة يعني كسرة يعني ضمة أقرينا وسر إعراب ما بينسر كتابك أقسام إعراب قال أقسام الإعراب باش أم إعرابك تيزاني من لير التغييرك قران كارك يان للفظة لنطقة درجة يان درناجة هردو شي معربة بس هيك لفظية هيك تقديرية أم إعرابيان كردة شن باش شوار باش أم قران كاري أم تغييره لرفعه وبو نصبه وبو خفضه جزمان شيء شوار باش ناو يانكينا حتى جاوازي كين ليك شون وتمان اسم مان هي فعل مان هي حرف مان هي أم تغييره أنواعه ناو يان بودانا شوار باش يكم ناو يان رفع دوم نصب سيم خفض خفض بيوتري خفض لاي كوفيا كان خفضه أما لا يبصرك جرة شوارم بش لبشي إعراب جزمة زاني من تغيير إعرابه خاصاً شتكي عندنا كواي إعراب كان شن نوع إيكا ليكي جاو كن شون رفع من هي رفع عندنا نصب خفض جزم باش رفع لشيء أبي لسم فعل حرف باب زين قال رفع لرفع التي يبيك الاسم لا باري سيلاتان دو لفعلك مضارع يعني رفع الاسم بيه اسم مرفوع ديه شف عليك شو مرفوع ديه مضارع اي باش ابو باس فعل ماضي وامر نكر بارك الله فيك فعل ماضي وامر مبنين بس ماضي وامر ناكين بس معربكين معربك وقران كاري ليكريا تغييري ليكريا زاني ما رفعك لاسم أبي لفعلك مضارعش أبي استنمونيديت إن شاء الله أي نصبك
نصب كش هل لسم أبيه لفعلك مضارع أبيه أي خفضك جرك قال خاص بالاسم خفض جر شيبيوتيا تايبة بناو ورمانجر علامات الاسم تشيبو الخفض علامات الاسم تشيبو دخول حرف جر أو تايبة بشي بشي بناو باشا فعل مان هي مخفوض بيا بو تايبة بناو خفض جر تايبة بناو هيش فعل نابيني مخفوض بيه مكسور بيه كاتي بينيت مخفوضة يعني بينيت مكسورة نالين مخفوضة أو كسرية بس هي خفضة ونية مثلا قالت امرأة العزيز قالت امرأة قالت أم تاء التانيثة تاء التانيث علامة فعل ماضي وزاني مان باش التاء أم ساكنة كأصل خوي ساكنة بود كسر كرا بارك الله فيك كاتي دو ساكن هات تاء كساكنة همزة كي دواي ألفك همزة وصلة ساكنة هصان تاء كيان كسر كرا باش بلين أو فعل بلين أو اسمة شنكا كسري لجيرة نا بو ألين أم كسر عارضة أم كسر أصدينية أم كسريان هنا وكوا أم شون لم دو ساكنة درشين حتى دفع التقائي ساكنين كان بو كسريا باشا تشوالم علامة قال جزم جزم خاصة بشي بفعل مضارع جزم يعني معربة فعل مضارع معربة جزم تايبة بفعل مضارع لاسم جزم نابيني بو شون كانت تايبة بفعل مضارع باشا فعل ماضي مجزومة بيا فعل أمر مجزومة بيا جوابي شيا الله ناء سبب هو كاري الله فعل ماضي وأمر مبنية إما باس إعرابكين باس فعلك لين كوا قران كاري دي بكريا أو فعلك كوا قران كاري دي أكريا وتغييري دي أكريا الإعراب هو تغيير أو آخر كلام أو فعلك كوا مضارعة استزاني من إعراب تغييرة زاني من أم إعرابين كده شوار بش رفع نصب خفض جزم رفع لشيء أبيه لاسم لناو فعلك مضارع نصبش يعني رفع ونصب لاسم فعل مضارع أي خفضك أي جزمك خاصة بفعل مضارع إن شاء الله بسيارة تنقود إن شاء الله جواب تندم باشا زاني مان إن زكاتي وثمان أو تغييري عن كده شوار بشوا رفع نصب خفض جزم أصلاً شي أنكر أصلاً رفع بينياً مرفوعك علامات أنواعه شن نوعك هي أصلاً برفع شن علاميك عندنا خوين دانا بينياً بالاستقراء والتتبع بينياً لقصي عربي رفع لو شوارد درناشي وادية يعني بينياً نصبك هر بينج علامي لو بينج درناشي باش علاماتي رفع شيا وتمان رفع مانه نصب شيان بويدانا خوين دانا خوي بوشي وهاتوا خوي بوشي وهاتبو بينيان بوشي وكوين كردو تيان لم علامات درناشي يعني خوين دانا نو علاماتنا لخوينو خوي لقصي عربي بوشي وهاتبو او علاماتنا شيا بابزين قال الضمه ضم مانه والواو دوم علامه سيم الألف شوارم النون فعلامي رفع لم شوار هيج درناتيا باش باب زانين ضملت شون يا كبيت علامي رفع قال الاسم المفرد يك ناوكي كوا مفرد بيتاك بي نك جمع كاتي ناوك تاك بي مفرد بي بشي رفع كريا بيش أوبا قاعدة ورق لحتى بتوين توز تطبيق كين فاعل مرفوعة دائما فعل ناو مرفوعة مفعول به ناو منصوبة أو شيء مجرور بحرف زان هل أبي اسم بها حتى بتوين تطبيقين باشا قال الاسم المفرد اسم مفرد شيا
أو ناوي كوا تاكا جوتنية مثنانية وجمع شنية أو ناوى قلم اسم مفرد ناويك مفردة كتاب اسميك مفردة زيد اسميك مفردة رجل اسميك مفردة مكة اسميك مفردة يعني قصد بوشي بوها مش زور شتها ناوى يعني نكوى بزان بس ناوى بشر تفاح ناوى سيو يعني زور استعمالاتي بو مذكر دي بو مؤنثج دي بو نيرو مي دي أم اسم مفردة لچو بينيت كاتي مرفوع ببچي رفع كريه بضمة نبا واو نبا ألف نبا نون إلا أبي بضمة مرفوع بها باشا نمونيك قال جاء زيد جاء فعل ماضي مبني على الفتح كردو يكي ماضية رابر دوا مبني وثمان إن شاء الله يوريلين نسر الفتح زيدون باشا جاءت شيئا فاعل وكسي كوا وكردو يكردو فاعل قاعدة ورمانجر مرفوعة يانا باش أم فاعل مرفوعة أم فاعل اسميك مفردة أبي باتشي رفع كريا بضمة جاء زيدون أشعلي هذا كتاب مثل كتاب خبر الليلة مثل بشي رفع كريا باشا كاتي أليم جاء أليم فاعلك مدري فاعلك اسم مفرد به غير زيد نعبتر مدري جاء حركي حركي جاء محمد محمد فاعل بضم رفع كريا آخا يكم علامي ضم زاني ما تشن شواني هي بابلين يكم شون بابلين اسميك مفرد بو دوم جمع تكسير جمع تكسير سباسي كم بوتان نموني تشي بو جاء الطلاب سر صبرك جوان تتيك إن شاء الله
معلم معلم ما كاتي جمع ماكر شيبو مو نقورة ع النقورة لا ما كاش هان مشددة ومكسونة بورا مي ما كاش كاتي مرفوعة به قال بالضمة دوم حالة جمع تكسير الطالب طالب كاتي جمع مانكر طلاب قال جاء الطلاب جاء فعل ماضي مبني على الفتح الطلاب شي عربيكا ضمة باش ابو ضمة ابو واونية جمع تكسير احسن جمع تكسير عفرين بارك الله فيك جمع التكسير بضمة رفع كريا سيم حالة جمع مؤنث سالم جمع كي تأنيثة عيني سالم استزال سالم ما زال ناقور يعني كاتي جمع كي تيكناشي وقت جمع تكسيرك مثالي قامت الطالبات قامت فعل ماضي مبني على الفتح والتاء تاء التأنيث الساكنة لا محل لها من الإعراب باش أنت كسر كراوة ها بلين ما اسمي أن فعل قامتي اسمي أن فعل أيام كسريت شيا لدفع التقاء الساكنين بارك الله فيك الله حركت لدفع التقاء الساكنين الطالبات فاعل مرفوع علامة رفع الضمة باش شوارم حالة ألف فعل مضارع لم يتصل بآخره شيء فعل مضارع لم يتصل بآخره شيء يدرس نمونة كي يدرسوا نحو يدرسوا يدرسوا عرابي تشيا بتشي رفع كريا ألف فعل مضارع مرفوع فعليك مضارع مرفوعة زال عراب تان ورنقر بس توزة توزة عرابة كم لبيشتان حتى تاكو فير من إن شاء الله فعل مضارع مرفوع بو مرفوعة بو منصوب نية علي لتجرده عن الناصب والجازم شو كان حرفك نصب هذا السري نحرفك جزم هذا السري فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم باش علامة رفع تشيا الضم الظاهر على آخره باش بو ثبوت نون نية شو كان لم يتصل بآخره شيء والفاعل سير لفاعلك بدويج نقرين بس كاتي فعل ديني توا أبي بزاني فاعلك إكوا والفاعل ضمير مستتر ضميرك دياروني ديارنيا تقديره يدرس هو أي قبل ما تدرس أنت أو تدرس أجر بغائب إيش ديا لش وخوي باسكين إن شاء الله تدرس أنت تدرس الكتابة وهند تدرس الكتاب أي شبيه بشكاتاك باسكين الشوخ إن شاء الله ثاني من استضملة كان شو نبيت علامي رفع يكم اسمك مفرد ثاني من اسم مفرد شيء مثنى جوت نبي وجمعش نبي دوم باشا جمع كان شيء ومان هي تصحيح كابيتا كان شي بارك الله فيك أتواني بليتش جمع مان هي سي الشيوة جمع تكسير جمع مؤنث سالم جمع مذكر سالم أي شيء يشني باش جمع تكسير يعني شي يعني كاتي جمع بولا مفرد وبو جمع روي تيكا شي أقوري أو قوري نابا شي أبيا يان بحركاتها حركات كان يقوري يان حرفك زيادة بي نقصان بي أو شيء
باشا أو جمع تكسير بشي رفع كريا بضمة سيم حاضر ها جمعت جمع مؤنث سالم بضمة رفع كريا شوالم فعله مضارع لم يتصل بآخره شيء أهم شيء ما بس يمكن
يتصل بآخر شيء زانمان أو شيئا. ألف الاثنين واو الجماعية المخاطبة، نون توكيد، نون نسوية. زانمان فعل مضارع الذي لم يتصل بآخر شيء، بشي رفع أكريا بضمة. باشا دوم علامة باب زين تشيبو، دوم علامة قال الواو. واو شن موضعي هي، شن شوني هي، دو شوني هي. ليرا أوسي إن شاء الله، ودوم درس طايق إن شاء الله، والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، بارك الله.